دونك اللي خصنا ناخذ ليه البال هو ديك النظره الاولى ملي غيجي لو كليون باش يشوف ديك الدار ولا ديك لابارتمون واش بالعربيه ديال تعرف اللي تيقولوا غادي تزعط. الا ما تزعطش مشى كلشي. انا بغيتو يجي يقول واو هادي سي اكونسيديري ارا نجيب مرتي ارا نجيب الوالده ارا ندير هذا. دونك الا ما شديتيهش من الساعه الاولى سي با بوسيبل. دونك خصك توجد دارك باش تكون انت براسك ملي تشوفها تقول وي هادي لي بريت ا لافون. واش دابا انت الا كان الصالون صغير عاد غتقولها لي، الا كان كبير عاد غتقولها لي؟ راه باين الصالون راه هو هذاك اللي تتشوف فيه. السيد اللي غادي يشري دار اللي فيها صالون صغير راه عنده واحد البيدجي، دونك في هذاك البيدجي راه هادشي اللي كاين. اي دو توت فاسون حتى شي حاجه ما مكموله بحال اللي قلتي، يمكن يكون الصالون صغير ولكن الكوزينه تتشرح القلب، يمكن الكوزينه. دونك الواحد خصو يلعب على الايجابيات ماشي غير يلعب، يحط الواقع مي يحسنو. انا في نظري مرحبا سيدي تفضل خذ داكشي طاطاطا، من يدير الدوره ديالو عطيه بعد اتساع باش يشوف على خاطرو. او كونتري لاشتور اي دو سو بروجيتي، يدخل داك البيت يدير هكذا، الا سكت شنو تيدير؟ راه تيبيع على راسو. انا جو بونس كو لي جا في نظري بحال اللي تقول الناس في الكوميرسيال، je ne traite pas les gens comme des visiteurs, je les traite comme des acheteurs. Alors que si je te prends au sérieux, ou tu dis, ah, après tu dis la chose dans l'autre, absolument, tu dis la chose dans l'autre, plus tu es bien engagé, plus ça te donne envie d'acheter. شحال مرة تقرب يشري؟ سادير انت الا دخلتي لواحد المغازان 2 مينوت وخرجتي، ولا عاوتاني قلب الصفحه وشوف دخلتي للمغازان قلتي 40 مينوت، فين عندك بلوس دو شانس داشتي؟ باسكو نون سولمون يمكن تشري ديك المره، مي اون بلوس مي تدوز الوقت راك تستوعب هذاك لي داك لي مور فوالا فوالا تبدي يرجع ديالك، تتحس براسك شي توا فاهمو فاهم. دونك انا بغيت هاد الناس ياخذوا وقتهم اللي بغاو. كيفاش تتحدد داك الثمن؟ جوستومون الا غادي تدخل العاطفه ما غاديش تكون يعني معقول. كي تنقولوا انا ليموسيون كور سيركويت لا ريزون. النهار الاول غادي يعرف في سيمانه جوج غتعرف شنو هو الثمن ديال ديك البارتمان. ما تقلش لي برومي زاشتور مني درتيها ب 1 مليون 3 حتى واحد ما جا، عرف راسك راك غالي. Ne prenons pas les gens comme si c'était des êtres rationnels. L'humain est émotionnel, donc est pas rationnel. Donc il faut investir dans les choses qui font toucher la femme. Par exemple, Pelguna, la cuisine, et ben tu vas voir que Wakha, il est plus cher et cher. Donc deux choses, Hammam et la cuisine. Il a redemti à l'aide, tu as beaucoup plus de chances de vendre plus rapide. Si tu veux acheter, pour répondre à votre question, c'est Rachid, c'est que انت خصك تكون عارف راسك اش باغي تري كليرمون. ملي تلقاه tu le prends. Si tu vas غتبقي تشوف المغرب كله والمارشي كله راه ما تساليش، وشحال ضيعتي ديال الفلوس، شحال ضيعتي ديال الانرجي، شحال خسرتي ديال لي زوتر بلان، شحال. دونك il faut savoir ce que tu veux. D'accord. انا جي لامبرسيون que avec mon expérience sur le terrain que مغاربه كلهم عايقين بهادشي. دونك يا تي فاب وي بيان سور، زعما تي نيت اون بيرسون بيان سور اللي تيبيع اللي تيبيع تيزين الاخر تيطيح هذاك الشيء. سي لو كليون نيغوسي سي كيلي اشتر وكان كانت ما عاجبهاش ديك الدار ما غاديش كاع يهضر معاه. وهاد الدار اونكور بلوس، هاد الدار كل نهار غتدخل منها وتخرج منها وتنعس فيها وتفيق فيها وتدا. دونك الثمن ديال هذيك الحلاوه اللي عجباتك سا اون فالور، خذ ميم سي سي بلو شير كو لو مارشي، تهنا وغتكون فرحان تو لي جو. دونك سي تو فا اشتي توا خصك يكون عزيز عليك راسك انت طون طون et vaut de l'argent. La famille, la stabilité de tes enfants, les types de choses. Donc, essaye de savoir ce que tu veux. Et il a le prêté, roudou, passe à autre chose dans ta vie.